أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار انخفاض منسوب نهر الفرات. لنتابع التقرير. تحذيرات تنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق جراء مواصلة الاحتلال التركي تضييقه على أبناء شمال وشرق سوريا وتهديد حياتهم من خلال قطع المياه والتحكم بها ومحاولة استغلالها كورقة ضغط على الأهالي. منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عمران رضا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية مهند هادي أكدا في بيان مشترك أن انخفاض منسوب مياه الفرات إلى أدنى مستوياته التاريخية تسبب بتداعيات خطيرة على حياة المدنيين في المنطقة. البيان شدد على خطورة المستويات المتدنية لسدي تشرين والطبقة على نهر الفرات، خاصة أن العجز المائي الحالي هو الأسوأ. في سياق متصل أكدت وسائل إعلامية محلية أن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له باشروا في بناء سواتر ترابية على نهر الخابور جنوبي مدينة رأس العين المحتلة شمال شرقي سوريا. وبحسب المصادر الإعلامية فأن الاحتلال أنهى بناء ساترين، أحدهما في قرية المناجير والآخر في قرية تلجحاش جنوبي رأس العين، وذلك بهدف تجميع المياه في أوقات الأمطار ومنع تدفقها إلى أرياف مدينتي تل تمر والحسكة. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فأن أكثر من 5 ملايين شخص في شمال شرقي سوريا يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب، ونحو 3 ملايين شخص يعتمدون عليه للحصول على الكهرباء. أرحب بضيفي من سويسرا جوان يوسف المحلل السياسي. أستاذ جوان، أرحب بك، كيف تنظر لهذه التحذيرات الأممية اليوم من جراء استمرار النظام التركي بقطع مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا، ومدى أهمية هذه التحذيرات؟ يا مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين. اهلا وسهلا. يعني حقيقة هذه القضية يعني باتت تؤرق في شان سوريا وبشكل خاص في شان شرق سوريا، لانها قضية حيوية تماما تمس الامن الغذائي وتمس ايضا الامن الانساني بمعنى مياه الشرب. الأمم المتحدة تأخرت كثيرا وما زالت متأخرة في هذه المسألة وفي هذه القضية، لأنه في الواقع كان يجب أن يتحرك، ليس الأمم المتحدة بينما المجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تقوم بها تركيا فيما يتعلق بموضوع الأمن الذاتي أو الإحراق على حد سواء. لكن للأسف حتى الآن المجتمع الدولي لم يتحرك، ومتضرع الأمم المتحدة عبر الممثلين أحمد رضا والآخر، يعني هو في موقف نزول حتى الآن، ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير عملي على ما تقوم به تركيا من اشتهاكات بحق السكان بحق شمال شرق سوريا، لأننا كما نعلم أن الأمم المتحدة ليست لديها ولا تستطيع ان تضع بالنسبه للمنتهي التحقيقات وهكذا. ربما هو الذي يجب ان يتحقق وهو الذي يجب ان تضع حتى هذه الانتهاكات الساخره التي تقوم بها تركيا بحق سكان شمال شرق سوريا بالدرجه الاولى، وحقيقه بحق الاتفاقيات الدوليه التي متعارف عليها فيما يتعلق بموضوع تقسيم المياه الدولية أو تقسيم المياه للسكان أو الدول الشعب. أستاذ جوان، في الحقيقة الصوت لا يصل في الكفاءة المطلوبة، نتمنى من الزملاء أن يتعاملوا مع هذا المشكل التقني ومن ثم سنكمل الحوار مع حضرتك. إلى أن يتم إصلاح هذا الخطأ التقني نتساءل مشاهدينا الكرام، إذن وكان يتحدث لنا الأستاذ جوان عن هذه التحذيرات الأممية اليوم المقدمة من جراء استمرار النظام التركي بقطع مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا. كانت هناك تحذيرات أممية جراء هذه السياسة، وتتحدث الأمم المتحدة عن أن سياسة النظام التركي اليوم المتمثلة بقطع مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا تهدد حياة
ملايين الأشخاص في هذه المنطقة، ولها تداعيات سلبية على أكثر من جانب، سواء من حيث المياه أو حتى الكهرباء أو حتى الزراعة وحتى الثروة الحيوانية. نتساءل إذا، كان يتحدث لنا الأستاذ جوان عن هذه التحذيرات الأممية أهميتها، ونسأله أيضا عن حول كيفية أن تتدارك الأمم المتحدة اليوم هذه الكارثة التي حذرت منها أمميا، ما الذي يمكن فعله؟ ونتساءل أيضا حول الهدف النهائي اليوم للنظام التركي من استمرار سياسة قطع حصة سوريا من نهر الفرات، ما الهدف النهائي له من هذه السياسة؟ هل حقا كما يبرر بعض المحللين الأتراك بأن الأمر مرتبط أيضا بإشكاليات بيئية في الداخل التركي، أم أن الأهداف سياسية بحتة تتعلق بمحاربة مشروع شمال وشرق سوريا الذي هو في النهاية ينصب بشكل سلبي على المدنيين، ملايين المدنيين الذين يقطنون في هذه المنطقة؟ وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه السياسة تهدد حياة ملايين المدنيين في منطقة شمال وشرق سوريا. استمرار النظام التركي في اقتطاع حصة سوريا من نهر الفرات يأتي ويستمر رغم توثيق حصة سوريا من نهر الفرات بموجب اتفاقيات دولية كانت قد نصت على تمرير حصة سوريا بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، ولكن ما يقوم بتمريره الاحتلال التركي في هذه الأثناء وفقا لآخر المعلومات هو أقل من 200 متر مكعب في الثانية. يبدو بأن الأستاذ جوان بات جاهزا معنا الآن. نعود إليك أستاذ جوان وأرحب بك من جديد. في الحقيقة للتو كان الصوت لا يصل في الكفاءة المطلوبة، حبذا لو تلخص لنا مجددا أهمية التحذيرات الأممية اليوم من استمرار هذه السياسة. يعني أكرر ما قلته سالفا، هذا الأمر يهدد منطقة واسعة من شمال شرق سوريا، ويهدد أيضا سكان محليين سوريا والعراق. فهذا الأمر يعتبر انتهاكا كافرا للاتفاقيات الدولية، ويهدد الأمن الغذائي وأيضا أمن السكان فيما يتعلق بموضوع مياه الشرب. حتى الآن الأمم المتحدة حقيقة خجولة بتوصيف هذه الانتهاكات أو بوضع حد لهذه الانتهاكات. وأنا أعتقد أن رغم أنها هي خطوة بدائية أولية، لكن ما زالت خجولة جدا. نتمنى أن تتحرك الأمم المتحدة بطريقة أفضل، ويتم تحويل هكذا قرار أو هكذا دعوة إلى مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن يستطيع فرض إرادته بقوة أكثر مما يقوم به الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة كما نعلم لا تملك مخالب، هي مجرد تصدر بيانات وتقارير، لكنها لا تقوم بفعل واقعي وعملي باتجاه ما تقوم به تركيا من انتهاك سافر وواضح لسوريا والعراق فيما يتعلق بالأمن المائي. يعني على ضوء التداعيات السلبية العديدة جراء هذه السياسة التركية، الأمم المتحدة تملك عدا عن القلق والتحذير تمرير الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. يعني الأمم المتحدة حقيقة لا تملك سوى القلق وسواء المناشدة، لكن الذي يمتلك الأمر وزمام الأمور والذي يستطيع أن يضع حدا لهذه الانتهاكات هي مجلس الأمن. وكما نعلم أن مجلس الأمن أيضا يحتاج إلى بعض القضايا التي تتعلق بموضوع الدول، مثل أمريكا تستطيع أن تقدم هذا الأمر لمجلس الأمن، أو بعض الدول الأخرى الدائمة العضوية أو الجمعية العمومية تستطيع أن تقوم بشكل أو بآخر بتقديم هذا الأمر إلى مجلس الأمن للقيام لاتخاذ موقف واضح وحقيقي وفرض شروط على تركيا، بحيث تترك مياه نهر الفرات، لأن الفرات تؤثر، نهر الفرات يؤثر على الوضع الاقتصادي والوضع الإنساني في سوريا والعراق على حد سواء. طيب، حتى الآن ليس هناك تحرك للأسف، يعني وهذه قضية باتت تقلق كل الناس الموجودين بشمال شرقي سوريا وقسم من العراق. طيب، نتائج هذه السياسة ظهرت، يعني اليوم هناك تأثير على قطاع الكهرباء والمياه وعلى الزراعة في مناطق شمال وشرق سوريا جراء قطع الفرات، ولكن بتقديرك الهدف النهائي اليوم من هذه السياسة التركية ما هو؟ يعني من الواضح أنه تركيا ليس منذ يعني سنة أو سنتين، تركيا منذ أكثر 15 سنة أو 20 سنة تقوم بابتزاز سوريا فيما يتعلق بموضوع المياه، لكن في السنوات الأخيرة بات هذا الابتزاز أكثر يعني دعني أقول فضاحة، و
الموضوع واضح ايضا فيما يتعلق بموضوع الاداره الذاتيه في هذه المنطقه، لان تركيا التي لم تستطع او التي لم تستطع ان تنفذ اجندتها باجتياح كامل شمال شرقي سوريا وتوقفت في منطقه راس العين واحتلت عفرين، اليوم تريد ان تمنع اسباب الحياه عن هذه المنطقه لتضع الاداره الذاتيه في موقف محرج، في وضع اقتصادي مزري، بحيث تستطيع ان تؤلب السكان المحليين تجاه هذه الاداره، وبالتالي هي تقوم بشكل اخر او نوع اخر من الاحتلال لهذه المنطقه من جهه ثانيه. طيب، ولكن يعني سمعنا من بعض المحللين الاتراك ان هذا الامر مرتبط بمشكلات بيئيه في الداخل التركي ولا شان له بالامور السياسيه، كيف تنظرون الى ذلك؟ يعني انا انظر انهم كاذبون، لانه حقيقه تركيا منذ 20 سنه تقوم قامت بتجفيف الانهار الموجوده في راس العين، وقامت بتجفيف نهر جقجق، وقامت بتجفيف نهر جراح، وقامت بتجفيف ايضا نهر خابور، وتقريركم تحدث عن موضوع ان الفصائل المسلحه تقوم باقامه سدات ترابيه على نهر خابور، يبدو انها خطوه اكثر بحيث انه تمنع حتى مياه الامطار مياه الشتويه عن نهر القابور، لانه في الواقع الامر مياه القابور متوقفه منذ سنوات طويله عن الجريان في فصل الصيف. المساله الاخرى حقيقه هناك اتفاقيات دوليه تحدد تدفق المياه خلال نهر الفرات، سواء اذا كان هناك مشكلات بيئيه فيجب ان تتم اتفاقيه لتجاوز هذه المشكله واقتسام هذه المياه، لكن تركيا لا تعود الى هذه المنطقه، لا الى سوريا كدوله او كنظام سياسي، ولا الى منطقه المتاثره بشكل مباشر بجريان نهر الفرات، وبالتالي هي تقوم بتنفيذ ما تريد دون العوده الى السكان المحليين او السكان المجاورين لتركيا، لانه يعني الاتفاقيه هكذا تقول الدول المتجاوره في المياه. هذا الامر يعني ان تركيا هي تقوم بتحويل هذه المياه الى اماكن اخرى او بتقوم باحتجاز هذه المياه من اجل الضغط على السكان المحليين او الاداره الذاتيه التي تدير قسم واسع من سوريا. فبالتالي بالعوده الى السؤال الاول، حقيقه هذا ليس تفسيرا منطقيا، هذا كذب فاضحا كما تكذب او تكذب في كثير من القضايا المتعلقه سواء بالمرتزقه او بآليات تغيير الديموغرافيه او سواء بالانتهاكات التي تقوم بها تركيا. طيب، اليوم ما البدائل برايك في ظل استمرار الاحتلال التركي بالتحكم في مجرى الفرات؟ ما الخيارات المتاحه امام السلطات في شمال وشرق سوريا بتقديرك؟ يعني حقيقه هذا سؤال كبير جدا. البدائل هي ان تتوجه تقوم بطريقه ما بالتوجه الى مجلس الامن وبالتالي حل هذه المشكله، هي بالنسبه للاجراءات الاداريه المباشره، اما بالنسبه فيما يتعلق بالموضوع ان تتجاوز هذه المشكله ليس امام الاداره الذاتيه غير ان تقوم بحفر ابار عميقه وعميقه جدا، لان يعني نعلم ان مستوى المياه انخفضت وبالتالي تقوم باروى هذه المنطقه، اروى اقصد ارواء الناس وليس الاراضي الزراعيه، لاننا نعرف ان هذه المنطقه تتعرض اليوم الى كارثه بيئيه تماما وليست هناك مياه لخدمه المزروعات او لحمايه المنتج الزراعي في هذه المنطقه. طيب، ختاما اليوم وفقا لتقديرات الامم المتحده، اذا اكثر من 5 ملايين سوري في شمال وشرق سوريا يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب، واكثر من 3 ملايين سوري يعتمدون عليه للحصول على الكهرباء، هذا ناهيك عن موضوع الزراعة وموضوع البيئة، إلى أي مدى يتوجب المسارعة باتخاذ قرارات أممية إنسانية حاسمة بتقديرك أستاذ جوان؟ يعني أنا بتقديري هذا قرار أهم من القرار الذي تتحدث عنه أمريكا فيما يتعلق بالملف النووي لإيران، هذا يتعلق مباشرة ب 8 مليون من السكان في سوريا فقط وهناك نفس العدد في العراق، وبالتالي تركيا تستغل هذا الموضوع وتقوم بانتهاك واضح للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، وبالتالي التحرك يعني أنا أعتقد يجب أن تتحرك الأمم أو الدول
لتحديد آلية جديدة لتقاسم المياه، وبالتالي إسعاف هؤلاء السكان الذين يموتون عطشا يوميا حقيقة. ونحن نعرف أن كثير بالإضافة إلى مياه الفرات تقوم أيضا باستغلال الآبار الموجودة في سريكة هنية والتي ترفض مدينة الحسك بمياه الشرب. إذن هناك أكثر من نقطة، وهذا يقع بشكل أساسي على عاتق مجلس الأمن، لكن للأسف مجلس الأمن هو مجلس الأقوياء، وبالتالي ليس هناك خيار عند الضعفاء إلا أن ينتفضوا ضد هؤلاء، وبالتالي لا خيار من الانتظار، لأنه الانتظار يقتل هذه المنطقة تماما ويقتل السكان المحليين. لكن ما هي الخيارات البديلة أمام الإدارة الذاتية؟ هناك خيار بديل واحد لا غيره، أن تقوم باستخدام المياه الجوفية العميقة حقيقة في المنطقة على الأقل لإرواء السكان و يعني وتخفيف من معاناة المواطنين. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من سويسرا، المحلل السياسي جوان يوسف، شكرا جزيلا. مستمرون في ملفات حديث اليوم بعد فاصل قصير.